السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات النظام الشامل. لو عايز تتابعنا على المدونة جوجل بلس تويتر أو ترسلنا على الإيميل، هتلاقي المعلومات دي كلها في الوصف الخاص بالحلقة. لو عايز تنفذ أي حاجة من محتوى الحلقة يفضل يكون تحت إشراف طبيب وتأكد إنها متوافقة مع الأنظمة الصحية الموجودة في غرفتك. حلقتنا النهاردة عن الأطعمة اللي بيبقى موجود فيها فيتامين A بتركيز عالي. فيتامين A احنا كنا قلنا في حلقات سابقة عن هو أهميته للعيون وللشعر وفي نفس الوقت للبشرة، وممكن بيستخدم في بعض حالات بتاعت حب الشباب، وهو مش حكاية ان هو بيستخدم لعلاج الأمراض بس، هو ضروري للصحة العامة لأنه بيقي من التهابات الأذن وبيقي من التهابات المسالك البولية، وفي نفس الوقت هو ليه خاصية مهمة ان هو بيعمل عملية استماتة انتقائية للخلايا العجوزة، وده طبعا معناه ان هو بيبقى ليه فعل مضاد للسرطان، يعني بيبقى مفيد جدا للجسم وبيحميه من مرض السرطان. فيتامين ايه بيبقى ليه كذا طريقة للتعبير عن التركيز بتاعه، وده لازم تبقى واخد بالك من الموضوع ده هوت وانت بتشتري من الصيدلية مثلا فيتامين ايه على شكل حبوب او كده، ان هو ممكن يبقى الوحدة بتاعته يا اما وحدة دولية، وساعتها الاحتياجات للي هم البالغين اللي هو بيعتبر من او للاطفال من 4 سنين فيما فوق ومعاهم البالغين بالمرة، بيبقى تقريبا الاحتياجات بتاعتهم 5000 وحدة دولية او 5000 IU اللي هي International Unit. الكلام ده طبعا بيبقى بالوحدة الدولية، انما لو هعبر عن الكلام ده بالمايكرو جرام يبقى في اللي هو مادة الريتينول بتحتاج 1500 مايكرو جرام من الريتينول كواحد بالغ او فوق 4 سنين، يعني من 4 سنين فيما فوق بيحتاج حوالي 1500 مايكرو جرام. ومن البيتا كاروتين، ويمكن دي ناس بتلخبط فيها كتير، ان بيقول لك المحتوى من فيتامين ايه بالبيتا كاروتين. البيتا كاروتين ده اللي هو موجود في الجزر بيبقى 3000 مايكرو جرام. معنى الكلام ده ان انت البيتا كاروتين بيبقى نسبة الريتينول فيه اللي هو فيتامين ايه بقى بتبقى كنسبة وتناسب بتبقى قليلة. فالمقصود من الكلام ده هو ان انت لما يبقى عندك دواء بتحديد الوحدة بتاعته بالبيتا كاروتين يبقى ما تتخمش في الرقم الكبير، لان هو بيبقى رقم صغير بس عشان متعبر عنه بالبيتا كاروتين فبيبقى كبير. طبعا التفاصيل دي ممكن لو انتوا راسلتونا فيها، ولو عندك مثلا حاجة عايز يعني تعرف اذا كانت مناسبة ليك ولا لا او كده يساعدنا ان انت تراسلنا ونرد عليك بإذن الله. نيجي نشوف الأطعمة بقى اللي هي فيها أعلى مستويات من فيتامين A، ولو هنلاحظ مع بعض إن هي كلها لها خاصية دهنية، لأن هو أصلا فيتامين A بيدوب في الدهنة، فخلي بالك أنت عشان ما تحرمش نفسك من فيتامين A، لأنه على فكرة فيتامين مهم جدا 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 للجسم، ولابد ان انت تتحرك، لازم يبقى في نشاط عشان تحرق، عشان يبقى عندك دايما القدرة على ان انت تاكل الاكلات الدهنية اللي فيها فيتامين ايه. اعلى نسبة موجودة في زيت السمك وزيت كبد القد او سمك القد، وده بيبقى فيه حوالي 30000 وحدة من فيتامين ايه لكل 100 جرام. احنا عاملين النسب هنا لكل 100 جرام من الزيت. طبعا لما بيبقى زيت السمك معمول فيه كبسولات صغيرة، دي معناها كل كبسولة تقريبا بتبقى 1 أو 2 جرام، فده طبعا 30000 وحدة دول بيبقوا بينخفضوا كنسبة وتناسب، ممكن مثلا يبقى الكبسولة مثلا فيها 300 أو 400 وحدة أو 500 وحدة من فيتامين A. عايزين نخش بقى نكمل الحاجات بتاع لحم العجل والكبدة واللحوم عموما المطهوة ببطء. مطهوة ببطء دي برضو فيها نسبة عالية. لحم العجل والكبد واللحوم عموما المقلية وزي ما احنا شايفين بتنخفض النسبة، يعني معنى كده ان انت لما تسوي الحاجة ببطء وعلى نار هادية بيبقى احسن من ان انت تقليها، ده لان القلي عموما بيقلل نسبة او بيكسر نسبة الفيتامين.
البط والكبد الني بيجي بعد كده في القائمة، بعد كده لحم العجل والكبد واللحوم عموما النيئة، وبعد كده الديك الرومي والكبد المطهي بكافة الطرق، بعد كده لحم البقر مطهو ببطء. ولحم الفرق ما بين لحم البقر ولحم العجل، العجل اللي هو اللحم البقر بس اللي هو الصغير، يعني بيبقى لحم العجل الصغير. فمعنى كده ان كل ما اللحمة زاد عمرها معنى كده ان بتنخفض نسبة فيتامين ايه اللي فيها. الاوز النيء، ويعني ممكن في ناس تقول طب فين الوز دلوقتي، بس يعني هو طبعا لسه في دول محافظة على المحتوى بتاعها من الطيور، من طائر الأوز زي فرنسا مثلا، ودي أكلة مشهورة في المطاعم الفرنسية اللي هو الأوز. في عندنا بعد كده سجق الكبد ونقانق الكبد، وبعد كده كبد ديك الرومي المطهو. لو نلاحظ كل الحاجات تقريبا بتدور حوالين الكبد ولحم العجل وزيت السمك، يعني يمكن دول اكتر تلات حاجات. والفرق بقى ما بين الحاجات دي كلها طريقة الطهي، فدي احسن مصادر لفيتامين ايه. هنقول برضو مصادر تانية، لان في ناس بتبقى بتجبرها ظروفها الصحية ان هما ما يتناولوش الدهون بشكل او باخر، فبنلاقي عندنا مثلا اللي هو في عندنا البطاطا اللي هي المطهوة بقشرتها، يعني البطاطا اللي هي معمولة بالقشرة كله، البطاطاية الواحدة بتطبخ كلها على بعض، السبانخ المجمدة والمسلوقة، الجزر الني بس هتحتاج تاكل كمية كبيرة من الجزر، اليقطين اللي هو القرع، والشمام الني، الفلفل الحلو والأحمر الني اللي هو بيبقى الفلفل الأحمر والبرتقاني والحاجات اللي زي كده، المانجو، البسلة السودة، سودة العين اللي هي اللوبيا، يعني معروفة باسم اللوبيا أكتر، المشمش المجفف، الأرنبيط المسلوق، البيض، والسمن الأصفر، والحليب. يمكن أنا جبت الثلاث حاجات دول في الآخر لأن يعني هم مشهورين ومعروفين وموجودين. فعموما احنا بنعاني من سوء تغذية بشكل او باخر، وده بيبقى سبب على فكرة في كثير من الامراض. فيفضل طبعا ان انت تعمل تنوع اللي هو المذكور دهوت. انما في ناس بتبقى عندهم مشكلة ان في الاماكن اللي هم بيعيشوا فيها الاختيارات بالنسبة لهم محدودة شوية، فيظل الحليب بالنسبة لك والبيض والسمن الاصفر اللي هو سمن البقر، يعني السمنة البلدي الصفرة، هي دي برضو بتعتبر من مصادر فيتامين ايه. والاحسن طبعا ان انت تاخد القائمة الاولانية اللي هي فيها الكبد وفيها لحم العجل والحاجات دي كلها عشان تغطي احتياجاتك من فيتامين ايه. وبكده بخص حلقتنا النهاردة، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.